افتتاح الوحدة مطعمية بمدينة أسفي، مطعم أصالة. اليوم إن شاء الله افتتحنا، وكنطلبوا من الجمهور النسفيوي أنه يجي يزورنا ويشوف هذه الوحدة المطعمية اللي غادي تلبي الطلبات ديالهم، لا هما ولا لعائلتهم ولا لأي واحد اللي يبغى يزور مدينة أسفي ويكتشف الطبخ العالمي والطبخ النسفيوي الأصيل. هذه الوحدة المطعمية الملك ديالها السيد بوكطايا عبد الله اختار باش يستثمر في هذا الميدان هذا باش يلبي الطلبة ديال المدينة، اللي إن شاء الله نشوفوا بأن هذه المدينة غدا قدام في الميدان السياحي. غير حنا كنطلبوا من السلطات أنها تعاوننا وتزيد معنا باش هذه الوحدات خصها تلبي، لأن كاينين الناس السياح اللي كيجيو وكيلقاو نقص في هذا الميدان هذا، فهذه الوحدة جات كتكميلة لبعض الوحدات اللي فتحات. ونتمنوا على الله أن نكون عند حسن ظن السياح وعند الناس السكينة ديال المدينة. الطاقم اللي يسهر على هذه الوحدة في تحضيرها هما ناس ذوي الخبرة، والناس اللي متكونين في مدارس فندقية عندهم ما يكفي من الخبرة باش يلبيو الطلبات ديال الزبناء. وما نقول لكم إلا مرحبا بكم في هذه المدينة هذه وفي هذا المطعم الجميل اللي هو ديالكم وبكم، باش حنا إن شاء الله غادي نطوروا من المهارات ديالنا باش نلبيو جميع الطلبات ديالكم. وشكرا.